برعاية مصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم وشراكة مع هيئة تنشيط السياحة، أقيمت ولأول مرة في مصر مسابقة إنجاز العرب في دورتها 11 لرواد الأعمال الشباب من طلاب المدارس والجامعات المشاركون من 10 دول عربية. احنا كل دورنا بنحاول نأهلهم بالشكل الجديد، مش الكلاسيكي بتاع زمان، المجتمع المدني والصناعة، كل واحد فينا له دور، وده بيشجعنا احنا ان احنا نكمل طريقي. في 4 مراحل لازم يمر فيها الطلاب، يقدموا عرض للجنة التحكيم عن البرودكت تبعهم، المنتج، المعارض اللي بيعملوها البوتس، يمروا عليها الجاجز ويطلعوا على البرودكت تبعهم، يتناقشوا فيها مع الطلبة المشاركين، والمرحلة الأخيرة اللي هي البانل انترفيو اللي بفوتوا بمقابلة شخصية مع لجنة التحكيم للحديث السؤال والجواب حول المشاريع تبعتهم. احنا فخورين بأبنائنا الطلبة، وحقيقة أثبتوا اليوم أنه أبنائنا الطلبة بحاجة لفرصة. إحنا في إنجاز مصر بقالنا أكتر من 15 سنة بنشتغل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بنقدر أن احنا نوفر أحدث البرامج العالمية في مجال ريادة الأعمال والثقافة المالية والاستعدادية للعمل. 9 جوائز تم تقديمهم للفائزين من طلاب المدارس والجامعات المتنافسون بعد تقييم لجنة التحكيم لكل مشروع مقدم. أهم من الفوز والمكسب والخسارة الاحتكاك. هم قبل ما ييجوا هنا قعدوا زي ما يقول في حضانة حوالي 6 أشهر، وبعد ما يطلعوا إن شاء الله إحنا هنشتغل معهم عشان ناخد الفكرة للنور. نجح فريق فيرجي في تحويل الطاقة العضوية إلى طاقة كهربائية يتم تخزينها في بطاريات. أنا سعيدة جدا لأني شرفت بلدي. المشروع اللي فزنا فيه الحمد لله اسمه أجريفيج. أجريفيج هي شركة تحول كل مخلفات الأكل إلى أحسن سماد عضوي في الوطن العربي. فريقان مصريان مشمولان برعاية CBC وبرنامج هنا الشباب، كان من نصيبهما 3 من جوائز المسابقة، حيث فاز فريق زبند فليب بجائزتي المنتج الإبداعي وجائزة عملاء سيتي، وفاز فريق كارير 180 بجائزة أفضل تأثير اجتماعي بعد شهور من العمل الجاد لتنفيذ شركتهم. المنتج بتاعنا كان أصلا فكرة إن احنا نعمل شنطة للبحر للصيف بتتفتح بتبقى فوطة، وطبعا كلها معمولة من قطن مصري وكلها صناعة محلية. احنا عرفنا نبيع في اقل من 2 شهر 300 شنطة. احنا حاليا بنركز على الايفنت بتاعنا السنوي اللي هيبقى هنطلقه في شهر 2 ان شاء الله، اسمه ايجيبت كارير سمت. وفي الايفنت ده احنا هنلونش او هنطلق الويب سايت بتاعنا اللي هيبقى عليه كل الخدمات اللي ليها علاقة بالكارير او بالمهن. تشجيع عقول الاعمال الشابة العربية ودعمها لتستطيع التطوير في ريادة الأعمال طوال حياتهم المهنية بفكر إبداعي هو ما تسعى إليه مؤسسة إنجاز العرب من خلال فعالياتها التي تقيمها سنوياً منذ إطلاقها في 2007. محمد سلامة، هنا العاصمة.